كامل عمر العماقي ممثل جهه الرباط السابق قنيطره مشارك في السباق الرمال لاول مره على الصعيد الوطني. نتمنى انه يكون نتائج مشرفه وان شاء الله يكون كل خير. وصراحه الاستقبال في مرزوقه كان رائع رائع جدا بحكم ان الرمال والمناظر ديال الرمال لاول مره صراحه، ونتمنى اننا نديروا نتيجه ونشرفوا المغرب ان شاء الله. اليوم حنا متواجدين بمرزوقة في جنوب المملكة المغربية، أكيد في إطار تهيئ البطولة الوطنية سباق الرمال يوم اليوم الغد إن شاء الله. مشاركة الأكاديمية رباط السلا القنيطرة ب 12 عنصر، أكيد 18 العناصر من مديرية الخميسات. إن شاء الله نطمحوا أننا نحققوا إحدى الميداليات الذهبية، وتأكيد المشاركة تكون مشاركة مشرفة للمديريات بأكاديمية الرباط السلا القنيطرة باسم جميع الأطر التربوية والإدارية بالأكاديمية. تنشكر المنظمين ومديرية أكيد ومديرية الارتقاء برياضة المدرسة على رأسهم السيد ميري، تشكرهم جزيل الشكر على الحفاوة الاستقبال وعلى المستوى الكبير اللي تشهدوا البطولات الوطنية في هذه المواسم الأخيرة. هذا ما تدل على العناية أكيد بجميع الرياضات سواء الجماعية والفردية. إن شاء الله المسيرة مازالت طويلة، أكيد كيكون تطور إن شاء الله في المستقبل من حسن لأحسن إن شاء الله. السلام.